السلام عليكم، مرحبا بكم بقناه مطبخ قامه. اليوم درت لكم ليميني تارت بالمكسرات والكراميل بمذاق رائع. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاخير ويعجبكم هذا الفيديو، ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للكراميل نحتاج 180 غرام تاع السكر، 80 غرام تاع الزبده، انا درت زبده، واللي يحب يدير لا مارغرين هذيك يولي ليكم. هنا 100 غرام تاع كريمه سائله او لاكريم فريش كيف كيف، مع قرصه تاع الملح. هذه بالنسبه للكراميل. اما بالنسبه للمكسرات، هنا درت كاع النوعيه اللي كان عندي، يعني نوا كاجو، البندق، اللوز، الكاوكاو، البيستاش، يعني الشيء اللي كان عندي. وسيتهم في الفوخ، خليتهم يتحمصوا شويه ونخليهم يبردوا، بعد نوسيهم في الروبو. انا نوسيهم في الروبو يرحوا يتلحى غير شويه، ونصفيهم ونحي رقيق ونخلي هذوك شويه حشي. هنا بالنسبه للكراميل نحتاج كاسرونه تكون ثقيله والنار هي قليله كامل، ونحاولوا ما نحركوهاش، يعني هكذا بك حتى يذوب هذاك السكر. لا ذوب لي السكر، ضفت هذيك الزبده اللي هي 80 غرام. نتوما ولا ما عندكمش الزبده معليش استعملوا لا مارغرين، بصح بتكون من نوعيه مليحه والنار هي قليله كامل. نحرك هذاك الخليط تاعي مليح هكذا حتى يذوب لي هذيك الزبده، باش نضيف هذيك الكريمه سائله او كريم فريش كيف كيف هكذا، نضيفها وما ننساش هذيك القرصه تاع الملح، ما لازمش ننساوها. نخلط الخليط تاعي في الاول، تشوفوا يعني السكر تحجر، وبعد غير بالعقل يذوب هكذا، بصح لازم تقعدوا تحركوا باش يذوب هذاك السكر حتى نشوف اللون تاعو يتبدل. نحيه من النار كما راكم تشوفوا، في الاول اللي يبان لكم هكذا يعني جاري، هو يبرد ويشد روح. بالنسبه للعجينه تاع ليميني تارت نحتاج 125 غرام تاع الزبده غامولي، قرصه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، 60 غرام تاع سكر غلاس، انا كنت صغرتو، حبه بيض، وهنايا الفرينه تاعي كنت صغرتها، تدي لي بين 180 200 غرام، انا صديب حبه تاع البيض. وهنايا ذوق الليمون تاعي اللي عندي، وانتم طبيعه الحال الليمون اللي عندكم ديروهم. هنا بالنسبه للتحضير درت هذيك لا مارغرين، كنت خرجتها من قبل من الثلاجه، هي والبيض، السكر غلاس مع حبه تاع البيض، وهذيك مغرفه صغيره تاع لافاني. نخلط هذيك الخليط تاعي مليح، نتوما لو حبيتو تستعملوا باتور تنجمو تستعملو هكذا. هنا يعني لا مارغرين تاعي كانت غامولي، ما احتاجيتش الباتور. خلطت الخليط تاعي مليح، ومن بعد وسيت هذيك القرصه تاع الملح، نخلط مليح. بعد ما خلطت نبدا نضيف غير بالعقل الفرينه، وهنا الفرينه نروحو معاها غير بالعقل، هنا على حسب البيض تاعكم. نخلط كما راكم تشوفوا هنايا، ما نعجنهاش، لمها بك. نضيف غير بالعقل الفرين حتى تحصل على لاباط تكون خفيفه، ما تكونش قاصحه، لمها بك. انا خاصه النصائح نقولها لهم المبتدئات هكذا، حتى تحصل على هاد لاباط تكون خفيفه بزاف. هنا نبدا ديريكتومون نشكلها، يعني ما نخليها لا تريح لا والو، نحكم ماين بول هكذا نشكلها على حساب المول تاعي. وهنا لاباط كي تواسيوها على المول ما ديروها رقيقه رقيقه، وما تخليوها خشينه، يعني بسطوها مليح تكون متوسطه، والزايد دائما تنحيوه هكذا كما تشوفوا، ما راهي رقيقه وما خليتها خشينه. انا دائما نحي زايد باش يخرج لي هادو لي ميني تحت، يخرج لي على حساب المول هكذا. نحاول دائما ندير قاعده، ومن نحكم فرشيطه نثقبهم كاع باش ما تطلع ليش الفون هكذا. هذا ما كان، ندير لكم وحده ثانيه بالخف. العجينة ما نديروها رقيقة، ما نخليوها خشينة، زايد دايما نحيوه
حتى نكمل هذيك لاباط كامل. وما ننسوش نثقبوا هكذا بفرشيطة حتى نكملهم كامل. انا حكمت بابي كويسون كما راكم تشوفوا، قطعتهم هكذا على حساب لي ليميني تاع توعي. لازم نديروا هذه المرحله. ونوسيك انا كان عندي اللوبيا ولا حميصه ولا شي اللي عندكم، والفغرة شاعل على 170 درجه ندخلهم يطيب ايضا، يعني يشدوا بين 20 دقيقه. بالنسبه للكراميل تاعنا شوكي غير يعني برد شوكش ولا، وريحته ما شاء الله يعني ريحه الكابريس هكذا القوام تاعو. وبعد هذيك المكسره تاعي حكمتهم في الروبو، وبعد سيرتهم حكمت غير هكذا خشين. كاين يحب خشين على هذا، يعني هذه يولي ليكم هكذا. نضيف على هذيك الكراميل تاعي ونخلط الخليط تاعي ونخليه لا يوجدوا لي هذوك لي ميني تارتي تيبو. نبدا نحشي بها هكذا. انا ميم هاد الكراميل تاعنا يكون قصح شويه نجيبو ندخلوه الميكرووند يطلق روحو. وانا لي ميني تارت بعد ما طابولي، انا بعد ما خليتهم واحد 10 دقائق في الفوغ خرجتهم، نحيت لهم كاع داك البابي كويسون مع ديك اللوبيا، ومن بعد عاود دخلتهم داخل باش يطيبو هكذا في الوسط. لازم تواسي هاد المرحله فين 10 دقائق تنحيو داك البابي كويسون وخليتهم يطيبو مليح، وخليهم يطيبو مليح باش يجيوكم كروستيان. وهنا هذيك الكراميل تاعي اللي ضفت له المكسرات ذوبتهم شويه في الميكرووند باش ما يجيونيش قاصحين هكذا. هنا نبدا نحشي هذوك لي ميني تارت كيما راكم تشوفوا ما طلعوش، وطابوا لي يعني مليح، خليهم يطيبوا مليح باش يجيكم بنان ويجيكم كروستيان. نبدا نحشيهم كامل حتى نكمل هذيك الكميه اللي درتها. هنا تعبت الحلو ولا حبيتوا تضعفوا في الكراميل ولا في لي ميني تارت، كل حاجه تضعفوا في المقادير. هذه هي حاجه سهله، ودوك نوريه لكم ان شاء الله جاهزين في الصحن التقديم. وانا بعد ما كملتهم كامل حشيتهم وضفت لهم اللمسه الاخيره تاع اللوز، وحب وحده اللي واسيتها بندق، وحده واسيتها نوات كاجو باش ليا كلها لي ميني تارت يعرفوا المكسرات. حشيتهم بهذا يعني بهذا اللوز والبندق وريحتهم ما شاء الله، ويجيو بنان يعني يناسبوا للمناسبات الافراح ولا لي فيونساي ولا النجاح لولادكم ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الحلوه تاع اللي واسيتها لكم اليوم بصلصة الكراميل والمكسرات بمذاق رائع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونشكركم على المشاهده. خليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.